ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الغرش فوكس. لا أعتقد أن هناك من يسميها فوكس غيرنا، وهي سيارة الفولكسفاجن الألمانية الشهيرة. الأشهر بالنسبة لي هو نوعين من الفولكسفاجن، أو كما يقول شعارها المبتسم دائما V و W أو V و W. النوع الأول هو الفوكس الصغيرة الشهيرة بالسلحفة أو الخنفسة، وهي سيارة صغيرة ولطيفة وسعيدة بشكلها وحجمها وراضية به، وهي السيارة التي لا تدل على شخصية صاحبها مباشرة. فعلى الرغم من أن معظم أصحابها من أبناء الطبقة المتوسطة أمد الله بعمرها لتحمل ثقافة البلد وقصص وسير البلد، فإن أصحابها يختلفون من واحد لآخر ويتمايزون، ويستطيع كل منهم أن يخلق لنفسه شخصية مستقلة عن السيارة الفوكس الصغيرة، وهي مبتسمة وراضية. فإذا كانت نظيفة ولونها برتقالي فإنها تشيع البهجة في الشارع الذي تركن فيه أو تمر منه، كما أن وجودها بكافة ألوانها في أي شارع يعطي إحساسا بالأمان والمدنية، فهي سيارة مدينية ومدنية بامتياز. وليس غريبا أن لا تجد منها الكثير في الأرياف، فهي دلوعة وأمورة ولا تحب أغنية محلاها عيشة الفلاح. وعلى الرغم من شعبيتها الواضحة والتي صممت لأجلها من بلد المنشأ، إلا أن الفوكس السلحوفي ارتبطت عندنا بأن صاحبها مثقف ولطيف أيضا، مو شراني مثل أصحاب السيارات الباقية. لذلك كان يمكننا بسهولة أن نتزحلط عليها دون أن يمد صاحبها رأسه من النافذة ويصرخ بصوت رخيم وشجي: انزل من على ظهر السيارة يا حمار. فمعظم أصحاب الفوكس لطفاء ومسالمين بالضرورة، كون سيارتهم صغيرة وغير سريعة وبطيئة بطء السلحفات التي سميت باسمها، لكن سلحفات بدون دروع خارقة. وهذا ما يفسر الذوق الرفيع الذي يتمتع به خيال الفوكس أثناء السواقة، لأن الفوكس غير مصممة للطحش والمسابقات الدولية التي تعج بها شوارعنا الزفتية، فخيال الفوكس صاحب ذوق تفرضه عليه شخصية هذه السيارة. فأول ما تعلمه الفوكس لشوفيرها هو أن يكون متواضعا، وهذا التواضع نادرا ما نلمسه في شوارعنا من قبل الشوفيرية إلا شوفيرية الفوكس الشهيرين بهذا. ولكن هذا لا يعني أن الفوكس لا تستطيع السفر من ولاية إلى ولاية ومن مدينة إلى أخرى، أو أنها لا تستطيع السير في طرقات الريف الترابية وشوارع مدننا المحفرة والمطببة نسبة إلى المطبات لا إلى الطب، أم بل مهنة كما يقولون. فهي سيارة قوية وصبورة على عبور السهول والتلال، قادرة وعلى الموعد جاهزة. أما النوع الفوكسي الآخر الفعال عندنا فهو الفولكس فاجن صالون كما يقولون عنها. وهذه الفوكس الصالون كان لها شرف نقل معظم أبناء الشعب السوري من حي إلى آخر ومن حارة إلى حارة ثانية، وتشترك مع الفوكس السلحفة بأن ميتورها في الخلف أيضا، مما يسمح لواجهتها بالابتسامة المتواضعة إياها، هذه الابتسامة التي تخفي خلفها محركا جبارا ليس بالضرورة وضعه للوجاهة في المقدمة. وكانت الفوكس الصالون هي المحرك الفعال في التنقل بين أرجاء المدينة، حتى اضطررت إلى تسميتها بالصاروخ العابر للحارات. ثم جاءت صالونات متنقلة أخرى من اليابان وسائر بلاد الشعوب اللي مو شبعانة نوم كما توحي أشكال عيوننا اللوزية غير المفتحة تماما بذلك، ولكن اسمها بقي فوكسا، حتى انقرضت سيارة السيرفيس تبع الخمس ركاب ليصبح اسم الفوكس سيرفيس، ومن ثم بعد انقراض الميكروباص تبع 24 راكب أصبح اسم الفوكس ميكرو، ومن ميكرو لميكرو أو من فوكس لفوكس جرت قصص وحدثت حكايات تسمح لسيارة الفولكس فاجن أن تقول بأنها كانت صديقة للشعب السوري دون تردد، وتسمح لها بأن تدور محركاتها ذات الصوت الخاص والضجيج الذي لطالما كان وقعه محببا على أسماعنا دون تلعثم أو ارتباك. هكذا حدثنا هرقدش. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.